اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من حوار اليوم. شعار مهم جدا كان عنوان المرحله لمصر في البحث العلمي، بيقول بالعلم مصر على الخريطه. ده شعار مدينه زويل، وده الشعار اللي من خلاله بنبحث عن مشروع القومي لمصر للنهضه في البحث العلمي. النهارده ضيفي في حوار اليوم هيكلمنا باستفاضه عن مدينه زويل، عن الطلبة وآليات دخول مدينة زويل، عن البحث العلمي وأهميته في مصر وترتيب مصر بين الجامعات، كمان متى يمكن أن ننظر إلى منتج عليه كلمة صنع في مصر يعتمد على البحث العلمي. يشرفنا النهاردة ضيفنا في حوار اليوم هو معالي الدكتور شريف صدي، الرئيس الأكاديمي لمدينة زويل. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا فندم، ونورتنا وشرفتنا في حوار اليوم. الله يخليك. قبل ما نبدأ حوارنا عايز أسألك سؤال بسيط جدا. احنا في الجامعات كلها ما تعودناش نكون في بنسمع رئيس جامعة مش رئيس أكاديمي للجامعة، تفسير ده يعني او تفصل لنا ايه دول؟ هو الرئيس الاكاديمي ده متعارف عليه في الجامعات العالميه كلها ان ده هو المسؤول عن كل العمليات الاكاديميه، عن اعضاء هيئه التدريس، عن البرامج الاكاديميه، عن البحوث، كل ما يتعلق بالعمليه التعليميه الاكاديميه البحثيه دي مسؤوليه الرئيس الاكاديمي. اللي هو زي النائب الرئيس، السينيور فايس بريزنت، نائب الرئيس، اقدم نائب رئيس، وهو باسمه التشيف اكاديميك ساينتست في المؤسسه يعني. وفي الرئيس المؤسسه طبيعي رئيس اي جامعه بيبقى ليه جزء المسؤول عن الاداريات كلها، والرئيس الاكاديمي ده بيبقى مسؤول عن العمليه التعليميه الاكاديميه كلها. تمام. انا بشغل منصب الرئيس الاكاديمي وقائم باعمال رئيس المدينه كلها، فانا مسؤول عن الاداريات وعن العمليه الاكاديميه والاتش ار وكله. والاتش ار كل ده يعني ده كل ده بيتبع لي يعني. وشايف ان ده تطور في يعني في التدرج الاكاديمي للدراسه للجامعات للمدن البحثيه؟ طبعا لما يبقى في تخصص ومسؤوليه بتبقى طبعا فيها تركيز اكتر يعني هو ده اللي بينظره في الجامعات المصريه، نائب رئيس الجامعه لشؤون الطلاب ونائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا. فهو المنصبين دول مع بعض هو بيبقى البروفست يعني اللي هو طيب. الرئيس الاكاديمي. ندخل في صلب الموضوع، ما هي مكونات مدينه زويل العلميه للعلوم والتكنولوجيا؟ هو ده مشروع مصر القومي للنهضه العلميه. علشان يكون في نهضه علميه لابد يكون في اركان اساسيه تتوافر. احنا مصنع المنتج بتاعنا طالب وباحث جيد بيقدر ان هو يتقن العلوم الاساسيه، عنده قدره على الابتكار، وبيقدر ان هو يطلع منتج يفيد المجتمع ويحل المشاكل الاساسيه الجذريه في المجتمع. فده ترجمته ان احنا بنقدر نحط مكونات محدده في المدينه تحاول تساعدنا ان احنا نحصل على هذا الهدف. ففي قلب المدينه في جامعه العلوم والتكنولوجيا، دي جامعه ذات طابع خاص. احنا بنبص على تطور العالم وتطور العلوم، ان ما عادش فيه النهارده حاجه اسمها كليه الهندسه وحاجه اسمها كليه العلوم، ما عادش فيه اي فاصل ما بين العلوم المختلفه سواء الهندسيه او الطبيه او العلميه. فده بنحاول ان احنا نبتدي ناسسه على اسس سليمه في المدينه. فكل العلوم اللي عندنا علوم متباينه، عندنا مجموعه من البرامج الاكاديميه، ما فيش عندنا لا كليات ولا اقسام، احنا بنتعامل مع مجموعه من البرامج الاكاديميه. والبرامج الاكاديميه دي بتساعدنا ان احنا ندي بكالوريوس في هندسه النانو تكنولوجي، هندسه البيئه، هندسه الطاقه الجديده والمتجدده، هندسه الفضاء وعلوم الاتصال. دي اربع تخصصات بتندرج تحت التخصصات الهندسيه. الى جانب اربع تخصصات انا شفت في التخصصات دي اللي محتاجاها مصر ولا محتاجها العالم العربي ولا محتاجها الوقت الحالي للعالم ككل، يعني بناء على ايه انا يعني حطيت اختصاصات هذه الاختصاصات؟ انت شايف مش محتاجها الوطن العربي؟ ما انا سؤالي لا مصر ولا العالم العربي بالعكس ولا بالعكس، احنا انت بتتكلم في مشاكل النهارده كبيره جدا للطاقه. كل بيت النهارده عنده مشكله في الطاقه. صحيح. والكهرباء لما يكون عندك قدره انك انت تشوف ايه هي الاساليب الحديثه للطاقه، وانك انت ازاي تقدر تولد الطاقه بطرق ذات كفاءه عاليه وبسعر رخيص،
دي محتاجة علوم تكنولوجيا متقدمة. بدأت أخش فيها نانو تكنولوجيا وبخش فيها علوم كتيرة جدا. فده أنت بتتكلم هنا في هندسة الطاقة الجديدة أو المتجددة، ده علم يعني حديث ومحتاج إنك أنت تطبقه في مصر، طبعا محتاجينه جدا. علوم النانو تكنولوجيا داخلة في كل حاجة، داخلة في العلوم الطبية، داخلة في صناعة السيارات، داخلة في كل الصناعات. النهاردة لو مسكت العربية هتلاقي كلها أنظمة دقيقة كلها معمولة بالنانو تكنولوجي. لو بصيت على كل العمليات الحديثة اللي هو بطل يعمل عملية جراحية ويفتح فتح كبير، كلها بتبقى بمناظير دقيقة جدا. الحاجات اللي بتتزرع داخل الجسم، منظم ضربات القلب، منظم كل العمليات الطبية والصناعية وتطبيقات كتيرة جدا جدا داخل فيها النانو تكنولوجي. فإذا ما كانش احنا عندنا القاعدة السليمة من الخريج اللي يقدر يفهم ده، وازاي ان هو احنا مش بنتكلم في جامعه لوحدها، لما نكمل كده المكونات المدينه هنقدر نشوف ان ده بيمكننا ان احنا ننشئ صناعات جديده تمتلك حق المعرفه. ودي خطوه يعني قدام حضراتكم، يعني انه يكون حاجات تخدم مصر او للصناعات في مصر. طبعا. فده هيبان بقى لما نشرح منظومة المدينة كلها وإيه هي المكونات المختلفة اللي هتقدر توصلنا للهدف ده. نكمل بس التخصصات، احنا قلنا 4 تخصصات في الهندسة، وعندنا في التخصصات العلمية في علوم الطبية الحيوية، علوم النانو، علوم المواد، وفيزياء الأرض والكون. وطبعا بينهم احنا بنخلي الطالب يكون له شخصيه متكامله، فبنديله البعد بتاع العلوم الانسانيه، البعد بتاع العلوم الاقتصاديه، والعلوم اللي هي مرتبطه بقى بالتسويق وحمايه الملكيه الفكريه. طلبه بتخش في السنه الاولى بيبقى عندها سنه تاسيسيه، بناخد طلبه من علم علوم وعلم رياضه. انا عايز اقول بس ان احنا دلوقتي مدينه زويل للدفعه الثانيه، دي تاني دفعة دخلنا المدينة. فإحنا هنا بنأسس بقى الطلبة دول في الجامعة، وقصاد كل تخصص من التخصصات اللي أنا ذكرتها بيكون بيناظره معهد بحثي كامل. إذا قلنا برنامج النانو تكنولوجي، في عندنا في معهد النانو تكنولوجي، فبنقول برنامج العلوم الطبية الحيوية في معهد العلوم الطبية الحيوية، وهكذا. فالمركبة التانية في المدينة هي المعاهد البحثية، ودي بتتكامل تكامل كبير جدا مع الجامعة، ان هو في ارتباط وثيق جدا ما بين العلوم الموجوده في الجامعه والتاهيل الموجود في الجامعه والبحوث التطبيقيه. لاول مره الطالب في مرحله البكالوريوس من سنه اولى يقدر عنده فرصه ان هو يخش المعاهد البحثيه ديت ويقدر يعمل بحوث تطبيقيه ويفهم مش يعني بعد ما يتخرج وبعد لا 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 من سنه اولى من البدايه بيبتدي يشترك في مشاريع بحثيه بحيث ان هو يقدر يشوف العلوم التطبيقيه دي ازاي يطبقها ويفهم قيمه البحث العلمي ويقدر يشوف نهايه الطريق بتاعه فين. دلوقتي احنا اسسنا الطالب في الجامعه، عملنا بحوث متقدمه، والبحوث اللي بتتعمل في المعاهد البحثيه دي كلها بتتعلق بالمشاكل الحيويه في البلد، سواء كانت بهيباتيتس سي، سواء كانت في السكر، سواء كان في امراض السرطان، سواء في امراض الشيخوخه، وكل الحاجات الاساسيه بالنسبه للامراض المتوطنه، بالنسبه لمشاكل الطاقه، بالنسبه لمشاكل المياه، كل الابحاث دي بتتم في المعاهد البحثيه. تمام. دي طلعت منتج. لابد يكون بقى فيه في المدينة مكون بيحول دوت لمنتج يروح للصناعة. صحيح. ويشوف متطلبات الصناعة ايه ويقدر ان هو يوجه المدينة لانها توفي طلبات الصناعة. يعمل الترابط ده. بالظبط. نعبر الفجوة ما بين الصناعة وما بين الأكاديمية، ودي فجوة كبيرة جدا في مصر. معظم الصناعات بتعتمد على صناعات تجميعية. احنا عايزين الصناعة تمتلك حق المعرفة بتاعها. عشوائية. يعني لا مش عشوائية، ما فيش معلومات، لا هي في صناعة، بس الصناعة دي ما هيش قائمة على امتلاك حق معرفة. أنا باخد لايسنس من شركة مرسيدس وبعمل العربية المرسيدس، باخد من أوبل وبعمل كده، في الأدوية نفس القصة. لا أنا عايز الصناعة هي تقدر تطور منتج بيبقى بالكامل زي ما حضرتك قلت في البداية صنع في مصر من الألف للياء، من أول فكرته لتصنيعه. وده هدف المدينة الحقيقة، هدف المدينة بالمركبات المكونات المختلفة ان احنا نقدر نوصل فعلا لمنتج معمول من الالف للياء بايد مصرية وبيحل مشاكل مصر. ما المشكلة عندنا ان كل الحلول اللي بنستوردها مش متفصلة لمصر. صح. فاللي احنا بنعمله ان احنا بنطبق العلم ونفصله لمشاكل مصر. اللي بيتقال ان اللي احنا بنعمل ده لبره، لا ده معمولة كلها بحيث ان احنا نشوف، لان الجينات هنا مختلفة والمشاكل مختلفة، فمحتاج حد يفصل لك حلول فعلا على مشاكل مصر، وده هدف المدينة. طبعا عايز اتكلم على الطلبه بس، يعني طالما دخلنا على موضوع الطلبه قبل ما اتكلم على الانشاء وغيره، ازاي طالب يلتحق بالمدينه؟ ماديات، وده شيء مهم جدا، اذا كان بيدفع رسوم او غيره، اذا كان كمان المرحله العمريه او المرحله التعليميه المطلوبه. طب كويس. دلوقتي هدفنا ان احنا نوجد الطلبه الموهوبين
ندور عليهم ونديلهم فرصة ان احنا ننمي المواهب بتاعتهم ونكمل لهم الامكانيات اللي تساعدهم ان هم يبقوا يعني عندهم القدرة على الابتكار وعلى التطوير وعلى. فالمشروع ده مفتوح لجميع طلبة جمهورية مصر العربية، جميع المحافظات بتشترك في العملية دي. طيب انا عشان اختار الطلبة دول، الاول مرجع هروح له هو نتيجة الثانوية العامة. صحيح. راضينا ام لم نرضى؟ هي لازم هنروح للثانوية العامة ونشوف مستوى الطالب في البداية خالص في الثانوية العامة كام، لان ده حتى اذا ما كانش مقياس عادل فهو عادل للكل، لان هو ده مرجع كل الطلبة تعرضت له. فده نقطة البداية بتاعتنا هي نتيجة الطالب في الثانوية العامة. السنة اللي فاتت قلنا لو الطالب مجموع اكتر من 90% بيقدر ان هو يملى الابليكيشن ويقدر ان هو يتقدم للجامعة. ده مش معناه ان هو قبل، هو بس بيقدر يقدم ورقه. طبعا لان السنة اللي فاتت تقدم لنا 6000 طالب وكان الاعداد كبيرة جدا، فقلنا السنة دي نقلل شوية نخلي الأقل مجموعة يتقدم 96%، وتقدم لنا بال 96% 1540 طالب السنة دي. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية احنا بنبص على درجات الطالب في العلوم الأساسية اللي هي الكيمياء والرياضة والفيزياء والأحياء، وبنضربها في معامل بحيث ان هي تبقى لها وزن أكبر بكتير من المواد التانية، ونعيد حساب المجموع. لو أكتر من 90% السنة اللي فاتت أو 96 السنة دي، بنقول للطالب دوت يقدر يكمل الابليكيشن، يقدر يتقدم للجامعة. كل ده انتوا ما قابلتوش اي طالب لسه؟ احنا كل ده لسه على الورق، الطالب اتقدم وبنشوفه على الورق. الخطوة التانية بنبتدي بقى الطلبة دي، طبعا معظم الطلبة اللي اتقدم لنا 110% و106% ودرجات عالية جدا 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 يعني. يعني معظم الطلبة فوق 99%. كلهم دول جايين من دروس خصوصية، فبالتالي حافظين ما هماش فاهمين. احنا عايزين نشوف الطالب فعلا فاهم وعنده العشق بتاع العلوم الأساسية ولا لا، وده اللي هيبين الموهبة. بنيجي هنا بقى لمرحلة اختبار القبول. ده اختبار قبول احنا عاملينه عندنا في الجامعة، وبنقيس بيه مدى فهم الطالب للعلوم الأساسية. فبنمتحنه في الكيمياء والفيزياء والرياضة والأحياء، وبنعمل له اختبار في حاجة اسمها لوجيكال ريزنينج، انه نشوف لو عنده مشكلة ازاي يتعامل معها بطريقة فيها لوجيك. تقول كده بقى نتيجة الاختبار ده بقى كانت كام؟ اما تقدم لنا طلبة جايبين 110% و99% سواء من ال 1500 تقدموا السنة دي او ال 6000 اللي تقدموا السنة اللي فاتت، اعلى درجة كانت 85% حصل عليها طالب واحد. متوسط الدرجات 62%، الطالب اللي كان جايب 100 و110% بقى النتيجة. فده اصبح اختبار بيعمل غربلة للطلبة، اللي كان ممكن طالع الاول على الثانوية العامة ممكن ما يطلعش الاول في هذا الاختبار، واللي كان متأخر شوية بتقدم شوية. فدي المرحلة الثالثة اللي احنا بنعدي عليها. خليني اخد منك تصريح في النقطة دي، ليك تعليق على نظام التعليم، نظام التدريس؟ لا، هو المنظومة محتاجة تتظبط. ما هي بالظبط هي المنظومة عايزة ان هو ما بقاش عملية تلقين للطالب، عملية فهم وعشق للطالب. وده هيخلينا نتطرق لمركبة تانية في المدينة احنا بنعملها، اللي هي المدرسة الأكاديمية اسمها. دي مدرسة ثانوي، بنحاول ان احنا نغير فكر الطالب من الحفظ للفهم، بحيث ان احنا نبتدي الطالب يتعلم ازاي يعشق العلوم. والحقيقة في برضو في مدرسة متفوقين دلوقتي بدأت، اللي هي الستام سكولز دي، بدأت ان هي تتبع هذا النظام وان هي تعمق المفهوم ده. فدي برضو اتجاه، والدولة واخدها الحقيقة، والدولة متبينة مشروع كبير جدا في وزارة التربية والتعليم ان هي تطور في كينونة الطالب، بدل ما يبقى حافظ يبقى فاهم اكتر. طيب وصلنا لهذه المرحلة ان الطالب عدى اختبار القبول. فاحنا زي ما بقولك بنبتدي من 1500 طالب مثلا السنة دي، دخلنا 750 طالب منهم اختبار القبول. بعد اختبار القبول بنعمل عملية انترفيو للطلبة. انترفيو بنشوف فعلا الطالب دوت هل هو طالب متزن، الامكانياته فعلا العلمية مظبوطة وكل الامور تمام التمام. بنبتدي ننزل بقى 750 دول، نقبل منهم 150 طالب. فانت عندك هنا طاقة الاستيعاب المفترض بطاقة احنا نقدر في كل سنة نستوعب لحد 300 طالب. 300 السنة اللي فاتت احنا خدنا 300. طبعا كل ما الاعداد بتقل كل ما الخدمة التعليمية بتبقى افضل، وهشرح لك الكلام ده ليه في كيان الجامعة. بس خلينا اول نخلص من قصة القبول بتاع الطلب، دخول الطلب. فاحنا كده خدنا من 1500 نزلناهم ل 150، السنة اللي فاتت نزلنا من 6000 ل 300. فتقريبا النسبة من 1:10 ل 1:20، فدي بتعتبر نسبة عالية جدا. طيب الطالب ده اتقبل، احنا كل ده بنحكي على تفوق اكاديمي، بنقيسه اكاديميا عامل ازاي. زي ما بقول حضرتك الطلبه دول المفروض ده مشروع مصر القومي، فلازم اشوف هل السياسات اللي انا حطيتها للقبول دي فعلا حققت الهدف ان انا بجيب الطلبه الموهوبين على مستوى الجمهوريه ولا لا. توزيع الطلبه
اللي عندي السنة دي بيمثلوا 19 محافظة من 28 محافظة في القطر المصري. السنة اللي فاتت كانت 300 طالب دول بيمثلوا 23 محافظة من 28 محافظة. فده معناه ان احنا محققين الهدف ان احنا عندنا ممثلين لمعظم محافظات القطر المصري. الطلبة دي زي ما جاية من أسوان، جاي من هنا، جاي من سوهاج، في الغالب اللغة الإنجليزية ما تبقاش قوية عنده قوي. فبنعمل له بعد القبول، طالما عدى الانترفيو بتاعه ده بيبقى طالب قبل في الجامعة. طلبنا منه مصاريف، ما طلبناش منه حاجة خالص. احنا شفنا تفوقه الأكاديمي، قبل، دخل الجامعة. المرحله اللي بعديها ما بيدفعش اي شيء في المقابل، سواء لسه انه مال الابلكيشن ولا لا لحد دلوقتي ما دفعش مالي. لحد المرحله اللي انا بتكلم فيها ده ما دفعش مالي. بنيجي نبص بقى على المستوى في اللغه الانجليزيه، بنعمل له اختبار تحديد مستوى في اللغه الانجليزيه، وبناء عليه بنحدد الطالب ده عايز 10 ساعات انجليزي، 120 ساعه انجليزي، حسب مستواه بنحدد له. السنه دي عاملين لهم 5 أسابيع قبل الدراسه كورس انجليزي مكثف، بحيث ان هو يقدر يرفع مستواه لمستوى لائق ان هو يقدر يكمل العام الاكاديمي بسهوله. يبقى كده عملنا له المستوى تحديد اللغه الانجليزيه والاختبار. نيجي قبل ما اتكلم على بعد كده المرحله اللي بعد كده، بنشوف المصروفات. قبل ما اتكلم على المصروفات، يمكن نلقي بعض الضوء على طريقه التدريس في الجامعه، بحيث يبقى فيه برضو تصور لحجم الانفاق الموجود في الجامعه دي. احنا بنهتم جدا بالجزء التطبيقي للطالب. احنا عندنا مثلا كل محاضرة الطالب يدخل فيها بياخد فيها كونسبت معين، بياخد فيها مبادئ معينة، بيخرج من المحاضرة يخش المعمل يطبق هذا الكونسبت، بيبقى ليه تجربة خاصة بيه. مثلا في 30 طالب في المعمل، بيبقى في 30 تجربة في المعمل، كل طالب ليه التجربة بتاعته، بيقعد يعمل التجربة بالكامل، والتجارب مختيرة بطريقة معينة ان هي بتعمق فهم الطالب وبتنمي فيه المهارات العملية. وده حاجة احنا بننقصها جدا، يعني حاجة ناقصة جدا عندنا، ازاي تنمي المهارات العملية بالنسبة للطالب. فده الكلام ده في الفيزياء وفي الكيمياء وفي البيولوجي، كل العلوم التطبيقية الطالب كل محاضرة بيخشها بيطلع يخش معمل عليها. فمثلا في 18 محاضرة، يبقى في 18 معمل لكل، بنديلهم طبعا كل المراجع الدولية. عندنا مجموعة مختارة من الأساتذة اللي هم جايين من أمريكا ومن أوروبا ومن دول العالم، مصريين كلهم عايزين يبتدوا ينهضوا بالبلد، وعندهم طبعا خبرة كبيرة في البحوث وخبرة كبيرة في طرق التدريس المتقدمة، وإزاي يبقى في انتراكتيف انفايرمنت للطالب في الفصل، وإزاي يبقى في تفاعل قوي بين الطالب وبين بيتم اختيارهم إزاي، يعني اختيار مجموعة. لا، ده في معايير كتيرة جدا لأعضاء التدريس. إن احنا لازم أولا يكون له في ركنين أساسيين، الركن الخاص بالبحوث ان هو يكون عنده سجل بحثي حافل، وده مش كفاية، لان بحث بدون القدرة على وجود تمويل للبحث ما يصلحش، لان البحث لازم تدوره بتمويل. صحيح. الباحث يكتب مقترحات بحثية لجهات تمويل، وتقدر جهات تمويل دي تمويل البحث. فبنشوف برضو سجل التمويل بتاعهم، وهم بيقدروا يحصلوا على تمويل للبحوث بتاعتهم قد ايه. ده شق. الشق التاني اللي هو التدريس. التدريس بتاعهم لازم يكونوا عندهم قدرة على تدريس المواد المختلفة والتطوير أساليب التدريس ازاي. إلى جانب طبعا الببليكيشنز بتاعتهم والدوريات المنشورة، في لازم تكون المنشورة في مجلات علمية عالمية. فدلوقتي يعني معايير محطوطة بناء على درجات كلها وبتتعلن وفي منتهى الشفافية. يعني بتقدم الناس وبتختارهم، في لجنة بتختار لكل تخصص، بنعلن الاوبننجز اللي عندنا فيه، والطلب والناس اعضاء التدريس يقدموا فيه، وفي تقييم سنوي لكل عضو هيئه تدريس، بنشوف هو عمل ايه وايه الكورسات الجديده اللي دخلها، ايه البحوث اللي عملها، ايه الفانز اللي جابها، بحيث ان عندنا في اسماء لامعه كده في عالم التدريس فوجئتوا انها قابله انها تيجي تدرس في مدينه زويل. لا، احنا عندنا يعني في المجالات المختلفه، سواء في المعاهد البحثيه او في الجامعه، في عندنا الحقيقه اعضاء التدريس على مستوى عالي جدا جدا جدا، كلهم ليهم بحوث لا تقل عن 100 بحث في دوريات الدولية. معيار قياس التطور العلمي بتاعهم اللي هو الاتش اندكس ده بيبقى عالي جدا بالنسبة لهم. كل المعايير دي هتلاقي كل الأساتذة اللي عندنا هي على مستوى عالي. وحضرتك موجود في الاتش اندكس ويعني وعايزين نكمل أثناء الحوار برضو على يعني حضرتك ليك حوالي 13، أنا كان معلوماتي 9 بس زادوا 13 براءة اختراع. اسمح لي نقف لفاصل دقايق ونرجع نكمل حوارنا. أستاذ دكتور خليكم معنا.
اهلا بحضراتكم من جديد بعد الفاصل في حوار اليوم. لسه مشرفنا دكتور شريف صدقي رئيس الاكاديمي لمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا. قبل الفاصل دكتور وقفنا عند الناحيه الماديه للطلاب وعايزين يعني شرحنا قبل الفاصل كيفيه التعليم وطرق التعليم بحيث انها بتعتمد على التطبيق والمعمل وفي نفس الوقت ده مكلف. طبعا. فبالتالي هل الامر ده بينعكس على الطالب ولا لا؟ تمام. فده معناه ان احنا في تكلفه عاليه جدا للعمل. احنا منظمه غير هادفه للربح، هدفنا ان احنا نوفر افضل امكانيات تعليميه بحثيه للطلاب الموجودين. فباللي انا حكيته على الامكانيات الموجوده دي لما بنحسبها تكلفه الطالب علينا بتقف فوق ال 200 الف جنيه في السنه. وطبعا ده بيتوقف على الاعداد اللي بنقبلها. احنا طبعا غير هادفين للربح بمعنى ان انا مش هدخل 500 طالب ولا 1000 طالب عشان اعوض التكلفه بتاعتي، لا. احنا ده مشروع قومي ويهمنا جدا ان نسبه الاستاذ للطالب تكون اقل ما يمكن بحيث يكون في تفاعل قوي جدا ما بين الطلبه وبين الاساتذه. زي ما ذكرت امكانياتهم المعمليه المتاحه لابد يكون في لكل واحد حاجات مخصصه يقدر ان هو فعلا يتفاعل ويتعلم منها، ودي مش هتلاقيها في جامعات كتير يمكن على مستوى العالم. ان الطالب يبقى ليه امكانيات محدده معمليه متاحه ليه بالمنظر ده، يعني دي هي الثقه. ان انا لما بعض الناس بيبعثوا بيرسلوا ابنائهم يدرسوا بره في المعامل والبحوث العلميه عشان يطلعوا مفكرين وباحثين، هي الثقه ان انا في بلدي ممكن ده يكون موجود ولا لا؟ يعني هو الاجابه على السؤال ده عند الطالب او عند الطلبه وعندنا كمصريين هي اللي تخلينا بدل انا عندي مصاريف بالزبط. سفر ومصاريف صح. اقامه هناك صح. ومصاريف صح. فيزا وغيره وغيره وغيره. طب ما كل ده موجود في مصر. صح صح. فبالتالي طبعا احنا قلنا مش هنقول 200 الف جنيه مصاريف للطالب، هنقول ان هو يعني علشان نقدر نعوض جزء من المصاريف بتاعتنا هنقول ان المصاريف 90 الف جنيه 45 الف جنيه لكل فصل دراسي. هما بندي فصلين دراسيين يبقوا 90 الف جنيه. طيب. طبعا الطالب ما هو في حاجه مهمه قوي. انا ما اقدرش، في ناس متفوقين خليني زي ما كنت لو انا بقول في اوروبا بقى والعالم الغربي او في الولايات المتحده في ناس بيبقوا متفوقين دول بياخدوا كده فاينانشال ايد اللي هو مساعده كويسه بيصرف ليهم او بيوصل ده منهم. سؤال جميل جدا. احنا زي ما حكيت لك ازاي بنقبل الطلبه، الطلبه دول كلهم متفوقين كلهم ممتازين، دول يعني زي ما بيقول توب اوف ذا توب. فمش هتقدر تقول ده متفوق عندها، انت اوريدي واخد طلبه الكريمه فهتظلمهم انك انت تقول انا هدي لده وما اديش لده. احنا عملنا بقى نظام مختلف خالص. انا حكيت لك كيفيه القبول، قلت لك ان الطالب اتقبل. الطالب لحد ما بيجي له جواب القبول ما بنطلبش منه اي فاينانشال كوميتمنت خالص، ما فيش اي طلب لاي فلوس خالص بتيجي للطالب. الطالب جاله جواب القبول قبل ما اشوف ده هيدفع ولا لا. طبعا اي جامعه بتقول لك انت هتتقبل بس في خلال اسبوع ادفع، اذا ما دفعتش في خلال اسبوع هشوف اللي وراك. احنا عندنا التزام ان اي طالب متفوق لابد ان احنا ندخله الجامعه. انما برضو في نقطه مهمه، لابد ان احنا نقدر نستمر ونقدر الكيان ده يستمر. فقلنا احنا في مصاريف 90 الف جنيه. طيب زي ما حضرتك بتقول في طلبه كتيره مش هتقدر تدفع المبلغ ده. بنقول والله يا جماعه في حاجه اسمها بيان للحاله الاجتماعيه، وعاملينه الحقيقه بطريقه عادله جدا، ان احنا بنشوف دخل الاسره قد ايه، بنشوف انفاقات الاسره قد ايه، وبنعمل ناخد نسبه صغيره من صافي الفرق ما بين الدخل والانفاق وبنضربها في فاكتور صغير خالص، وان ده امكانيه الاسره دي انها تقدر تدفع. ده ممكن يكون 1000 جنيه، ممكن يكون 500 جنيه، ممكن 10000 جنيه، ممكن يكون 90000 جنيه. طبعا ده بيتوقف على امانه تقديم البيانات دي، ودي نقطه الحقيقه مهمه جدا، ان هو طبعا ده مشروع قومي. انت عارف اللي بيساعد المشروع ده انه يمشي مين؟ الناس الغلابه اللي في الشارع، اللي في ناس بتتبرع بخمسة جنيه تبرعات. في انا جات لنا واحده ست بتبيع عويشه الذهب بتاعتها عشان ابنها يتعلم. فيعني الناس برضو لابد تكون مدركه انه المشروع ده سبورتد بالشعب المصري. هل انتوا شايفين الميزانيه من الدخل العام لما قال انه البحث العلمي ليها 1% من الدخل القومي للموازنه العامه انه يكون جزء يكون لمدينه زويل؟ ما هو ده طبعا في المستقبل لابد يكون حاجه زي كده موجوده، هي دي مش موجوده حاليا. انما لابد طبعا يبقى في هو لسه 2016 انا بتكلم بس ده يعني. لابد يكون في حاجه زي كده عشان تقدر تساعد شويه في عمليه البحث العلمي. فنرجع لموضوع المصاريف، فبنعمل عمليه بيان الحاله الاجتماعيه وبناء عليه بنقدر نحدد ايه الطالب ده يقدر يدفع قد ايه. بس هنا انا يعني بوضح نقطه مهمه جدا، الامانه في العرض. احنا
معلش بكل الاحترام احنا في مصر بنحب ايه يعني ابو بلاش كتر منه او فهلوي احنا ابو بلاش كتر منه لو دي في فرصة اخدها ببلاش هقول ان انا ما عنديش حرام لان خلي بالك انك انت اللي بيصرف على المدينة دي الراجل الغلبان انت عارف في موظفين في الحكومة بيطلع كل شهر شيك بعشرين جنيه تحويل المدينة علشان عايز يشوف نهضة علمية في مصر لازم ابقى فاهم كده كويس لازم لما اقول ان انا ما معيش تخلي ان انا ادفع انا هقدر كده بس يكون حقيقي ما يبقاش ان انا باخد من جيب الغلبان علشان اصرف على ابني حرام وعشان المشروع ده يمشي لابد ان احنا في حالات يكون فيه طبعا كان في هي في دفعه طبعا الدفعه الاولانيه دفعة احنا دخلناها بالكامل بالمجان اكتشفتوا حاجات زي كده في لا الدفعه الاولانيه كانت بالمجان لا انا ما اكتشفناش واحنا الحقيقه واخدين طبعا لان ده مال عام فاحنا بنطلب طبعا بعض الضمانات من اولياء الامور زي بنقول لهم يعملوا لنا توكيل رسمي في إشارة العقاري بحيث ان احنا ساعه ما نحب ان احنا نتاكد ان المعلومات اللي جايه لنا دي سليمه تكون سليمه لان احنا مؤتمنين على ده مال عام احنا مؤتمنين عليه صحيح. ما ينفعش ان احنا نبدده لان حتى الناس الغلابه اللي ادت لنا الفلوس دي مش مديها لنا ان انا اروح اصرف على حد غني خالص فطبعا دي نقطه مهمه جدا لازم تبقى واضحه بالنسبه للشعب المصري ان احنا مؤتمنين على هذا المال العام ولابد من التعاون ما بين الاطياف الشعب المختلفه سواء اللي داخلين او اللي بيتبرعوا ان لابد احنا طيب. قائمين على هذه العمليات. عايز اروح للبحث العلمي واهميته وبنقول كده الشعار اللي متبنيه مدينه زويل بالعلم مصر على الخريطه، بس قبليها في حاجه لازم اوضحها للراي العام خاصه انه في حمله اعلاميه كانت ضدكم وانا من خلال هذا البرنامج حوار اليوم استضفت في حلقه سابقه دكتور طارق خليل رئيس الجامعه الاهليه وفتحت معاه نقاش في النزاع القضائي واللي ما يعرفوش انه الامر لم يحسم قضائيا لان في قضاء اداري وفي قضاء مدني. قضاء مدني حكم لمدينه زويل وقضاء اداري حكم للجامعه الاهليه بما معناه قضائيا انه الامر يحال الى المحكمه الدستوريه وهي اللي تفصل في الامر، لكن بناء على المعطيات اللي كانت موجوده بحسم الامر بالشكل الاداري اصبح من خلال الحملة الإعلامية أنه أنتوا أخذتوا ما ليس لكم حق فيه، والكلام ده مش أنا اللي بقوله، الكلام ده أنا سألت الدكتور طارق خليل وقال لي أنه من خلال هذا البرنامج أنه الأمر كان محسوم بأحقية الجامعة الأهلية منذ البداية وأنه مدينة زويل جارت عليه. لا احنا ما جرناش على حق حد للتوضيح انا بسال سؤالي للتوضيح لا احنا ما جرناش على حد حق خالص خالص الدوله هي صاحبه هذا الكيان صاحبه الارض والمباني والدوله خصصت للدكتور احمد زويل الارض والمباني دي انه يبدا عليها المشروع ولما خصصتها له ما كانش حد لا في الارض ولا المباني كان جامعه النيل تنازلت عنها وما كانش حد خالص بيشغل هذه الارض والمباني وده مشكله من الدوله والدوله قررت حلها بأي طريقة ممكنة احنا اللي بنبص للمستقبل المشكلة اتحلت النهاردة خلاص ومش هنتكلم على تفاصيل كتيرة المهم بالنسبة لنا احنا نوضحه احنا ما جرناش على حد حق خالص خالص دي مشكلة من الدولة ودي مشكلة جامعة النيل كانت مع الدولة مش مع مدينة زويل خالص مدينة زويل لن تجور ولم تجور على حد حق خالص 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 الوضع انه احنا الدولة خصصت لنا هذا المشروع واديته لنا ان احنا نبني عليه مشروع مصر قوي بدأنا وخدنا فيه خطوات جادة وسريعة جدا وحصل اللي حصل والدولة تدخلت ودلوقتي في قطعة أرض جديدة وهنبتدي نبني عليها المشروع ما عندناش أي مشكلة خالص خالص احنا هدفنا بناية البلد فأنا عايز يعني ايه ما نقعدش نلتفت كتير للمشاكل دي ونقول جرن احنا ما جرناش على حد حق خالص 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 طيب. انما انا ببص للمستقبل وببص للمشروع مصر القومي لان الحقيقة المشروع نال الإعلام منه كتير جدا بالنسبة للمشكلة دي وكان فيها ظلم كبير جدا على المدينة انما يهمني ان احنا نبين في وطبعا مشهد الطلبه في الخيام امام انا مش عايز اخش يعني في قصص طويله دي يعني احنا دي يعني. قصه احنا ليس لنا اي دخل بيها خالص دي مشكله مع الدوله والدوله تدخلت وحلتها باي شكل ممكن دلوقتي في ارض مخصصه لمدينه زويل بدانا حطينا المخطط العام للارض الجديده وبناخد خطوات جاده دلوقتي في مراحل البناء بحيث ان احنا نطوي الصفحه السابقه دي بكل مآسيها ونبدا في الخطوات الجديدة اللي هي المستقبل مصر
ومستقبل ولادنا والحاجات الجميله اللي بتعمل دي اللي احنا عايزين نبص عليه ونركز عليه، مش عايزين نلتفت للوراء ونشوف مين جار. احنا ما جرناش على حد حق خالص، والموضوع ده اتقفل تماما، وبنبص للمستقبل المشرق بغض النظر عن اي حكم. يعني هل هي صفحه طويت بغض النظر عن اي حكم ممكن ان يصدر من المحكمه الدستوريه؟ احنا عايزين نطوي الصفحه دي تماما، وعايزين نبص للمستقبل، لان هنقعد نبص للمشكله فين. المشكله هي عوار من الدوله، والدوله حلته وانتهى باي شكل. احنا وكان علينا احنا كمدينه زويل خساره كبيره جدا، لان حصل استثمارات كتيره جدا في المباني دي، وهنتركها ونمشي، وكلها احنا ما خدناش لا اجهزه حد ولا احنا كلها تصميمات بتاعتنا اللي جوه المباني. المباني كانت معموله ومبنيه لجامعه النيل، وده معروف للناس كلها، وجامعه النيل سابتها واتقفلت المباني والدوله خصصتها لنا. حصل بقى ده مشكله من الدوله، المفروض ان الناس بتريفير المشكله دي للدوله، واحنا تحملنا كل اللي كان موجود، والدوله تحملت معانا، خصصت لنا قطعه ارض 200 فدان، والصفحه دي طويت بالكامل، واحنا عايزين نبص للامام عشان ما تعثرش ونقعد نبكي على اللبن المسكوب. خلاص الموضوع ده انتهى خالص، وبنبص للمستقبل، وبنبص للتعاون مع جميع اطياف الدوله بما فيهم جامعه النيل، بما فيهم كل حاجه. احنا ناس علميين وعايزين الدنيا تتطور، ومفيش حد لوحده هيقدر يبني بدون التعاون وبدون الخلق العلميه المظبوطه والقيم العلميه المظبوطه، مش حصل تطور. طيب اذا صدر اي شيء من المحكمه الدستوريه العليا هل لا خلاص الموضوع ده خلاص؟ ما هو التسويه اللي تمت دي خلاص، التسويه اللي تمت دي خلاص، الدوله قالت لنا الحل. احنا الحقيقه يعني ارتضينا ان احنا نترك المباني خالص ونبدا على الارض فروم سكراتش من اول وجديد، ونبتدي نبني حالنا، والموضوع ده خلاص. احنا مش هنقعد بقى طول عمرنا في صراعات قانونيه قضائيه، خلاص الموضوع انتهى خلاص، ونبتدي نبص، لان كل ده نزيف يعني بينال من المشروع جامد جدا، وزي ما حضرتك بتقول حمله اعلاميه شرسه شوهت صوره المشروع، وما بينتش ايه الانجازات العظيمه اللي احنا عملناها، بالعكس صوت المشروع بطريقه اخرى. فخلينا احنا نركز على الجانب المشرق، الهدف السامي لهذا المشروع. اصاب دكتور زويل ايه لما يعني المشهد ده بالحمله الاعلانيه اصابه بايه؟ برغم انه دكتور زويل عالم جميل، دكتور زويل عالم كبير جدا، وانا الحقيقه بشعر بالاسى ان الناس تتكلم عليه بالطريقه دي خالص خالص. العالم كله يجل الدكتور زويل. الدكتور زويل ما هوش عالم عادي، ما هوش واحد عادي حصل على جائزة نوبل. الدكتور زويل يعني عامل إنجازات علمية كبيرة جدا جدا جدا، وكل العالم بيكرمه، وكل العالم عارف قدره إيه ما عدا إحنا. إحنا يعني لا يليق أبدا إن إحنا ننال من عالم كبير بالطريقة دي خالص. الراجل فنى حياته، الراجل جاله مرض من كتر تفانيه لهذا المشروع، بقاله 14 سنة بيحاول يبني المشروع ده وما يخرج من مشكلة لمشكلة لمشكلة لمشكلة، وراجل مقاتل مقاتل، والحقيقة يعني عايز يعمل حاجة حقيقية لمصر، وللأسف الشديد بتسمع كلام لا يليق ولا يصح خالص خالص يعني خالص. إنما الحمد لله يعني عدينا المرحلة دي بكل ألمها وكل مأسيها، انتهت خلاص. احنا بنوصل للمستقبل علشان احنا عايزين ننطلق وعايزين نبني البلد، مش عايزين نقعد نشوف نحاسب ده قال ايه وده عمل ايه. خلينا نتجاوز المرحلة دي، وخلينا نبص للمستقبل المشرق، وخلينا ناخد خلق العلماء، وخلينا نكمل الرسالة بتاعتنا السامية اللي احنا جينا من اجلها. احنا كلنا جايين هنا في المشروع ده نبني مصر. انا لا ليا مشكلة مع حد ولا ليا، بالعكس انا كل الناس دي حبايبي وكلهم اعرفهم، وكل احنا ناس اساتذة جامعة اكاديميين جايين لرسالة سامية ان احنا نعلم طلبة ونوصل لمرحلة معينة، ولازم الدنيا تبقى فاهمة كده. مفيش عالم بيجي يجور على حق عالم تاني ولا الكلام ده خالص يا جماعة خالص يعني. فخلينا نمشي ونطوي الصفحة دي. بس هو في بعض الأحيان كان الناس يعني استغربوا من التزامكم الصمت. ما هو احنا إلى حد كبير التزامتم الصمت، وكان بينكم وبين الإعلام مسافة كده بالظبط، مش عايزين يعني إن الأمر لا يعني. هقول لك حاجة، أما دكتور زويل كلفني إن أنا أمسك المدينة، أنا قلت له إحنا مش هنطلع في الإعلام خالص غير لما نبني المدينة والناس تيجي تشوف المدينة دي تعمل فيها إيه. إحنا ناس بتوع علم بنبني، مش عايزين نقعد طول النهار كل ما نعمل حاجة إلحق ده إحنا عملنا ده، ده إحنا سوينا ده، لأ. وبالتالي مش هنخش بقى في قصص طويلة عريضة ملهاش أي لازمة خالص. إحنا عارفين قدر اللي إحنا بنعمله وقدر نفسنا إيه، مش هنقعد نطلع ندافع عن نفسنا ونقول، لأن إحنا لم نرتكب خطأ إن إحنا ندافع عن نفسنا عنه. وجميع جهات الدولة جات وفتشت علينا وشافت ان احنا ماشيين، وقالوا لي احسن نظام وانضف نظام شفناه في مصر هو اللي شفناه عندكم. دي شهادة فخر احنا بنعتز بيها، بغض النظر بقى الاعلام قال ايه، الصحافة قالت ايه، مين قال ايه. انا بتكلم في جهات رقابية بتيجي تفتش علينا وشافت، وعندي شهادات بان انضف نظام في مصر
شافوه في مدينة زويل، ده بالنسبة لي كافي. وبالنسبة لي كافي الطلبة، لو في فرصة تبقوا برضو تعملوا انترفيو مع طلبة وتشوفوا الطلبة بتعمل ايه. الطلبة مش عايزة تروح، شايفة فعلا ان فعلا لاقية ذاتها في المكان ده، لاقية حاجة مش لاقيها في حتة في مصر، ده يكفيني، ده بيشفي كل اللي فات ده خالص. وزي ما بقول حاجة، نبص للمستقبل وننطلق. انت قلت كلمة مهمة جدا، اخلاق الاكاديميين الباحثين العلميين. يعني وده محتاجاه مصر في بالظبط بالظبط، ده اللي محتاجينه فعلا، ومحتاجين يعني نعلم اولادنا القيم دي، قنبله الفساد اللي ممكن تستشهد، وازاي نحترم بعض كويس، وازاي نتكلم كويس على بعض، وازاي نربي الجيل الجديد ان هو يحترم بعض ويحترم الكبير، وان يعني الناس تتعاون مع بعض، ازاي ان احنا نبني مش نقعد نهدم في بعض ونكسر في بعض. لا احنا ده اللي بنعلمه لاولادنا الحقيقه، ده اللي بنعلمه الاولاد اللي عندنا. ولما تشوف الاولاد هتفرح، تفرح ان دول اولاد مصر، دول اللي هيبنوا مصر فعلا. الواحد والله بنشوفهم ده بيشيل عنا كل الهموم الموجوده الحقيقه خالص يعني. تمام. المبنى انت انشاؤه، هل يعني هيتم التمويل من جانب المدينة ولا هيكون في تعاون مع الدولة مثلا؟ والله يعني طبعا احنا هنطرق كل السبل الممكنة، لان طبعا ده مشروع كبير جدا. وزي ما اقول حاجة، ده مشروع تلاحم مع الشعب ومع الدولة. الدولة دلوقتي حطت الارض، ويعني نتمنى ان يكون في تعاون تاني من الدولة في امور كتيرة اخرى، لان تكلف المشروع ده هيكلف على الاقل 2.5 مليار جنيه علشان يقدر يتبني. احنا مقسمينه على مراحل، وبدأنا في المخطط العام دلوقتي، بناخد موافقة الدولة عليه والتراخيص بتاعته، وحطينا التصميمات بتاعت المباني المختلفة. هنبدأ بكذا مبنى بحثي واكاديمي واداري، بحيث ان احنا نبتدي على طول. يعني احنا هدفنا ان احنا في خلال سنة ونص ان شاء الله تكون في حاجه موجوده نقدر يعني بالتزامن مع مشروع مصر القومي الثاني، قناه السويس الجديده. يعني ربنا يسهل ويوفق كده ان شاء الله، والامور تنطلق ونبتدي نبص للمستقبل البلد، وناس تفرح بحاجه كويسه موجوده في البلد يعني. طب المقر دلوقتي يعني احنا يعني الدفعه الثانيه هتخش فين يعني؟ احنا دلوقتي المباني القائمه اتقسمت بيننا وبين جامعه النيل. تمام. فاحنا في مبنى من المبنيين دول، والمبنى دوت هيسعينا لحد ان شاء الله ما ننقل فيه المباني الجديده، ولذلك احنا بنحاول نخلص المباني الجديده باسرع ما يمكن، بحيث ان احنا يبقى فيه يعني مكان متسع اكتر ومكان افضل ان احنا نقدر نمارس فيه مهامنا على اعلى مستوى ان شاء الله. قبل بسيب سيره دكتور زويل، وطبعا يعني الكلام فيه كتير جدا، يعني انا تشرفت ان ادارت ندوه ليه في من ضمن الندوات الكتيره في دبي، وزي ما انت قلت فعلا بره مصر احنا كل علمائنا بيبجلوا الا داخل مصر. لكن سؤالي، من زمان قوي ما بقاش يعني، كان كل فتره كده بيجي حد بياخد جائزه نوبل، سواء في الادب سواء في الكيمياء او الفيزياء او غيره. دلوقتي احنا ابتعدنا برغم ان في عقول مصريه قويه، تفسر ده ازاي؟ لا ما هو طبعا يعني ان شاء الله المستقبل هيبقى افضل. وحصل طبعا بعض الخلل في المنظومه التعليميه ولخبطه كتير، انما الحقيقه يعني الدوله وفي مجهودات كتيره جدا، ومصر هترجع زي ما بنقول على الخريطه تاني ان شاء الله. في مجهودات صادقه كتيره جدا في الدوله، وفي مواهب كتيره جدا، في وحاجه تفرح والله لما تشوف العلماء واعضاء التدريس والناس اللي موجوده في البلد على مستوى البلد كلها. البلد دي في مليانه خير والله، وهتتقدم وهتبقى من احسن بلاد العالم، بس النفوس تصفى والناس تركز في شغلها والناس تبص للمستقبل. مجهود كبير جدا بنحطه في كلام فارغ، لو حطيناه في شغلنا مظبوط البلد دي هتتقدم والله، هتبقى عظيمه جدا جدا يعني، وتبعد منظومه الفساد. اه بالظبط بالظبط، ونركز في شغلنا، ومش ضروري نبص في ده عمل ايه وده سوى ايه. كل واحد لو التفت لعمله كل يوم، ويبقى حاطط لنفسه كل يوم برنامج، انا النهارده لازم في نهايه اليوم اخلص ده، هنتقدم من يوم ليوم ليوم، البلد دي هتتنقل نقله عالمية. طيب ومصر قادرة على هذا. خليني بقى أصدمك شوية بشوية معلومات كده، يعني أنا بيقليني كمصري أنه مثلا قائمة طويلة جدا من أفضل الجامعات بلاقي فيها جامعة القاهرة بس، والقائمة دي مثلا 500 جامعة، فيما بلاقي قائمة تانية أنه من أفضل 200 جامعة بلاقي 8 جامعات من السعودية. لو قلت مثلا أفضل 10 جامعات بلاقي إسرائيل من ضمنهم، احنا من ضمن 500 يعني، احنا 400 وشويه يعني. الصوره دي هتتحسن ان شاء الله، الصوره دي الدوله بدات تحط اعتمادات للبحث العلمي، وفي توجه ورعايه من الدوله للبحث العلمي، مصر هتتقدم. بس زي ما بقول لحضرتك، احنا طبعا الظروف اللي مرينا بيها كام سنه اللي فاتوا دي كانت صعبه،
إنما في وعي وفي فهم أهمية العلم وتقدير للعلم. وأنا متوقع في فترة وجيزة جدا هيبقى الوضع ده مختلف خالص إن شاء الله. طيب أنت شايف إن فايدة دكتور إنه يكون في وزارة يعني مخصصة للبحث العلمي؟ طبعا. هل ده يعني مهم عشان يساعد إن مصر طبعًا تكون طبعًا على طبعا، لأن لازم تحط أهداف البحث العلمي ويبقى فيه زي ما تقول يعني توجه قومي للمشاريع البحثية الكبرى في الدولة اللي هي هدفها استكمال المنظومة، والوزارة دي هتنسق ما بين الوزارات الأخرى زي وزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي وجميع الوزارات الأخرى بحيث يبقى عندنا في تناغم في المنظومة وترابط بحيث نوصل لأهدافنا ان احنا نقدر ننهض بالبحث العلمي وننهض بالصناعات وننهض بالاقتصاد وننهض بالمجتمع. اول ما هيبقى عندك نهضة علمية هتقدر تبقى عندك علاج طيب، هيبقى عندك شعب صحي، هيبقى عندك الشعب ده بيزدهر وبيتقدم. هل ممكن يعني نضع كده هدف لينا نوصل حتى القمة اللي وصل ليها البحث العلمي في إسرائيل؟ طبعا، ما هو وده هيجي قريب ان شاء الله، يعني في الخطط القومية هتتحط المعايير ديت. وانا عارف ان في تحركات كتير في الدولة بتحط اهداف اساسية بالنسبة للبحث العلمي وغيره بحيث ان يبقى في عندنا تارجتس محددة نقدر نوصل لها، سواء من مثلا القضاء على امراض متوطنة، سواء على نهوض معين بالبحث العلمي، سواء على تارجت معين لمستوى البحوث والمجلات اللي بتنشر فيها البحوث. فده كله هيترجم قريب جدا لنهضة كبيرة في البلد. طيب، هنوقف وقفة اخرى مع الفاصل وهي الاخيرة، وهنرجع بقى نتكلم شوية عن دكتور شريف وبراءة الاختراع لدنوم 13، وهل فعلا احنا في مصر بيقف عندنا بعد التعب والفناء في التعب بيوصل الامر ان انا بسجل براءة اختراعي وبيتحط في الدرج ولا لا؟ خليكم معنا. اهلا بحضراتكم بعد الفاصل في الجزء الاخير من حوار اليوم، ولسه مشرفنا دكتور شريف صدقي الرئيس الاكاديمي لمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا. دكتور شريف، حضرتك ليك يعني براءه اختراع في 13 اختراع، وطبعا انت عضو هام جدا في الاتش اندكس زي ما شرحت. الاتش اندكس دي اللي هي مهتمه باكثر البحوث قراءه ومتابعه. السؤال ليا يعني براءة الاختراع و13 اختراع دول ممكن تقولي مميز منهم؟ يعني ده جزء الاول من السؤال. الجزء الثاني انه هل بالفعل زي ما قلت قبل الفاصل احنا بعد هذا كل التعب ممكن يكون براءة الاختراع بسجلها تتحط في الدرج وخلاص؟ طيب هقول لك انا يعني ايه رحلتي كده باختصار مع براءة الاختراع دول. انا خريج كلية الهندسة، انا مهندس اتصالات والكترونيات. مش هدايك طبعا اقول مواليد 69 يعني لسه مقتبل العمر يعني، ورئيس اكاديمي لمدينة علمية بحثية هامة جدا كمشروع قومي لمصر. ده يعتبر يعني رسالة هامة جدا نقول لجيل تاني مستنير في مصر. فبدأت لما اتخرجت من كلية الهندسة تعينت معيد في كلية الهندسة، وجات لي فرصة بعد ما خلصت الماجستير عملت دبلومة زي معايا بكالوريوس علوم وبكالوريوس هندسة مع بعض، وبعدين ماجستير هنا ونشرت منه بعض البحوث. وجات لي فرصة ان انا اسافر بلجيكا. عمرك سمعت عن حد سافر بلجيكا عمل دكتوراه؟ مكان يعني مالوش. سمعت راح يلعب كورة يعني. معظم الناس بتروح يا امريكا يا كندا، انما ما حدش بيروح بلجيكا، بلد صغيرة خالص. وقالوا لي ساعتها هتشتغل في حاجة اسمها ثيرمال ايمجرز، وحتى انا مش عارف ايه ثيرمال ايمجرز دي خالص يعني. المهم لقيتها فرصه، وكانت اول حاجه جات لي، وانا متعود لما اول حاجه بتيجي وطلعت سافرت بلجيكا. قلنا طبعا لغه اللي هو البرتغالي، لا داتش، الداتش اللي هو الفلامش دوت وفرنساوي. فانا كنت في قطاع الفلامش، ولقيت ان انا بشتغل هناك في حاجه كانت لسه جديده جدا في العالم، وكان المركز اللي روحته ده أكبر مركز إلكترونيات على مستوى أوروبا. واشتغلت في موضوع اسمه الممس، الممس ده اللي هو اسمه المايكرو إلكترو ميكانيكال سيستمز. ده النهارده أي عربية مليانة الأنظمة دي اللي فيها بقى الأرباك سيستم بتاع اتزان العربية والرؤية الليلية والحاجات دي كلها. فابتديت أطور في تكنولوجيا معينة لكاميرات حرارية بالرؤية الليلية. أنظمة رؤية ليلية بتشوف بريزوليوشن عالية جدا، وبتبقى حجم الكاميرا في حدود مليمترات. والحمد لله ربنا وفقني
وكان معايا هناك مشرف إيطالي ومشرف بلجيكي، وعملت الكاميرا دي وطلعت يعني عملت إنجاز رهيب جدا لدرجة أن اتفتح عليها شركة. وكنت شغال طول النهار وطول الليل في المعمل بقى أصنع الحاجات دي. أنا خلاص دكتوراه في سنتين. فتح شركة مع الـ مع الـ مع المعهد اللي كنت في حضرتك هو هناك ولا كان وجه خاص يعني؟ لا 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 هو خاص. هنا ما في هناك دي نقطة مهمة جدا. لا هناك ما فيش الكلام ده. هو أول ما بتروح هناك بتمضي ورقة كده يقول لك كل حقوقك ملك المكان اللي أنت فيه. فأنا عندي 13 بلد اخترعها، هم كلهم دول في جزء كبير منهم اتباع وراح لشركات. فبقول لحضرتك خلصنا الكاميرا دي، ساعة ما خلصت قالوا لي اقعد بقى علشان هنفتح شركة وتبتدي تمسك الشركة ديت والناس. قلت لهم لا أنا عايز أرجع بلدي. انا كان كل حلمي الحقيقه ان انا بعد اما اخلص، لان انا كنت بتعامل في حاجات حساسه جدا، تكنولوجيا متقدمه جدا، كان نفسي بلدي تستفيد منها. ورجعت مدرس في كليه الهندسه بعد الدكتوراه، بتعين مدرس عضو هيئه التدريس يعني في كليه الهندسه على درجه مدرس. ولكن طبعا ما كانش في الامكان. انا بقول لك كنت قاعد طول النهار وطول الليل في معامل، طول النهار بنطلع بيبرز وببليكيشنز وبراءات اختراع ودنيا بتجري وحاجات بتطلع من هنا تروح على صناعه على طول يعني. فلقيت الوضع، انما الواحد كان ليه ايمان كبير بربنا سبحانه وتعالى انه البلد دي الواحد لازم يفيدها، وهنا اخلاص النيه مهم جدا جدا. دارت الايام وطلبوني ان انا اروح جامعه كاليفورنيا في بيركلي من اكبر جامعات العالم، لان كان اللي كنت بشتغل فيه في بلجيكا ده كان مطلوب جدا وكان بتتنافس معانا في جامعه بيركلي دي. ورحت هناك استاذ زي في جامعه بيركلي، قعدت فتره، وجات لي فرصه ان انا ابني مركز للالكترونيات للنانو تكنولوجي في الجامعه الامريكيه. فكانت بالنسبه لي سعاده كبيره جدا. يعني انا جيت تاسست الجامعه في القاهره. فرجعت اسسته انت؟ فاسسته. وكنت سعيد جدا ان انا بقدر اعمل اللي كنت بعمله في اوروبا وامريكا بعمله في مصر. بنيت غرفه نظيفه صغيره وابتدت تصنع حاجات وابتدت تطلع براءات اختراع بايد مصريين في مصر، ونصنع حاجات متقدمه جدا بتكنولوجيا عاليه جدا في مصر. ده كان بالنسبه لي يعني فخر كبير جدا ان انا اقدر اعلم ولاد بلدي، واللي البلد يتصنع حاجه فعلا الناس كلها تبقى محتاجاها. كان زي ايه كده؟ حاجات بقى اللي هو اصل الانظمه دي بنعمل تكنولوجي بلاتفورم، كان مثلا من ضمنها نظام اللي هو الجايروسكوبس ده، اللي هو مثلا لو عندك طلقه ماشيه بتقدر تتراك التارجت بتاعتها. او نظام التليفونات الموبايل اللي هو لما تلف الصوره تلف، فدي بتحتاج حاجه تعرف الاورينتيشن. للطيارات كانت انظمه ليها استعمالات عديده متعدده الحقيقه. وطلعت كذا براءه اختراع الحقيقه من مصر، وازاي انك انت مثلا تولد طاقه للانظمه اللي بتزرعها جوه جسم. يعني عندك مثلا منظم للقلب مش هتحط له بطاريه كل شويه تشيلها، فلازم يقدر يولد الطاقه بتاعته مثلا من حراره الجسم، من اهتزازات الجسم. فعندي انظمه معينه برضو عليها براءه اختراع، ازاي تقدر تولد طاقه للانظمه المزروعه داخل الجسم من حركه الجسم والبيهيفير بتاعه نفسه يعني. فالحقيقه الامور مشيت لحد بقى ما جيت سنه 2012، الدكتور زويل شاف المركز ده وقال لي الحقيقه انا عايزك بقى تبتدي تمسك المدينه. وبدانا بقى فعلا ان احنا يعني كل الخبره اللي خدتها على مستوى العالم الحقيقه بنحطها بقى في المدينه دي. وبنيت بقى مركز للنانو تكنولوجي كبير جدا في مدينه زويل، حاجه يعني على مستوى عالمي الحمد لله يعني، وكلها مبنيه يعني غرفه نظيفه وخبرات مصريه وفيها امكانيات تصنع بقى اللي انت عايزه كله. يعني حاجه بلاتفورم ان شاء الله ده يعني خلاص على وشك ان هو يشتغل واتعمل في وقت قصير جدا، برغم كل المشاكل اللي كنا بنمر بيها وكل مشاكل البلد، الا ان احنا قدرنا نبنيه. ده كله يعني تمتلكه مدينه زويل، مش بتاع حد خالص، هو بتاع مدينه زويل يعني. صحيح. احنا عملناه وقدرنا ان احنا نعمله. فبالتالي هنا بتقول لي براءات اختراع بتتحط في الدرج، احنا هدفنا في المدينه هنا ان احنا ناخد ده زي ما قلت لك في البدايه ونوصله للصناعه، ونقول للصناعه ده في مكان كريديبل يقدر يعمل لك صناعه. لان تخلي بالك الصناعه مشكلتها ايه؟ هو ما عندوش ثقه في الاكاديمي، بيخاف يحط فلوس وتروح عليه. وهو طبعا دوره البحث العلمي طويله، انت عشان تطلع منتج للصناعه بتقعد 10 سنين 15 سنه على ما يوصل لمرحله نضوج ان هو يوصل للصناعه. الصناعه في مصر محتاج يحط النهارده جنيه، امبارح يطلع له 100,000 جنيه، مش عايز يستنى عليه للمستقبل. فلما يلاقي مكان فيه الامكانيات وفيه الكريديبيليتي وفيه الفرصه ان هو بيطلع فعلا صناعة حقيقية تقدر تطور معاه وتنمي معاه، هيبتدي عملية الربط دي تبان، وتبتدي بقى ما تقوليش براءة اختراع بتتحط في الدرج، لا ده هيبقى الناس قاعدة بالطوابير مستنية المنتج ده يطلع علشان تاخده، أو تيجي تخبط الباب وتقول لحضراتكم عندكم إيه منتج بالظبط أنا ممكن أستفيد منه وأنشئ على أساسه، أو أنا عندي المشاكل دي تعالى حلها لي مثلا. وده زي ما بيحصل في العالم كله يعني، كل البحوث اللي في العالم هم ولا من الصناعة. أنا الصناعة فيها مشكلة معينة،
تعالى يا جامعة شوفي لي المشكلة دي تتحل ازاي. فاحنا عايزين نوصل للمرحلة دي، وده من ضمن اهداف المدينة الحقيقة، ده من ضمن الاهداف الاصيلة للمدينة ان احنا نقفل دورة البحث العلمي مع الصناعة، لان هي دي الدورة الاساسية. وده عشان كده في الجامعة وفي المعاهد البحثية وهرم التكنولوجيا، كل المكونات المختلفة دي بتعمل في تناغم معين انها تنقل الكلام ده للصناعة وتبقى عندك. انا عايز اضيف بس التجربة الهندية حينما كان وتايلاندية لما انشأوا معاهد ومراكز بحوث خارجة تتبع للدولة ولكنها خارجة عن بوتق الحكومة، يعني بعيدة عن سيطرة الحكومة ولكنها تتبع الدولة مباشرة سواء على مستوى رئاسة، عالجت لها كل المشاكل الداخلية. هل أنا في مصر ممكن أعمل الموضوع ده عن طريق مدينة زويل؟ طبعا، إن تبقى هي شريان الحلول لمشاكل مصر كلها. طبعا، هو إحنا بنقول إحنا ترس في مكنة، إحنا مش هنحل كل المشاكل، إحنا بنتكامل، وفي زي ما قلت لحضرتك في مصر إمكانيات كويسة جدا وبنقدر نتكامل معاها ونتفاعل معاها، بحيث ان احنا نقدر في المنصوره وفي جامعه القاهره وفي معهد الليزر ومعهد القوى والبحوث، في حاجات خيرات كتيره جدا في البلد، ازاي ان احنا نقدر نتناغم معاهم. واحنا بنعمل حاجات في بعض المجالات المحدده بصوره رائده، لما تقول بكالوريوس في العلوم الجديده اللي ذكرتها في البدايه دي، دي مش موجوده في مصر. صحيح. فده بياخد على عاتقنا مع المجلس الاعلى للجامعات ازاي يتعرف على ده، بحيث ان الناس بعد كده يجي بدل ما تقول بكالوريوس هندسه مثلا اتصالات، تبقى في حاجات مختلفه متعارف عليها وعليها طلب. والكلام ده بيخلي حتى الخريج اللي يخرج يبقى عنده الصناعه بتاعته موجوده وفي التفاهم ليه وفي الوضع كله. فالمشروع ده مشروع قومي ليه ريادة في بعض المواضيع، إنما بيتكامل مع كل أنظمة الدولة بحيث إن هو يبقى جزء من النسيج اللي هيخلي البلد دي تتقدم. أنت نشوف لمدينة زويل بصمات على حلول مصر، يعني أو مشاكل حلول حقيقية لمصر، أنت تشوف بصمات هي وقع. دي نقطة طبعا مهمة جدا، لأن برضو بيحصل بعض في بعض الأحيان سوء فهم، إحنا فاكرين إن هو مدينة زويل اتعملت النهاردة لازم امبارح تكون مطلعة منتج وهيحل لنا مشاكل الدنيا كلها والناس بتتعامل معانا مع هذا المنطلق. لا، دوره البحث العلمي زي ما ذكرت بتاخد وقت طويل جدا، لو بدات تفكر في حاجه وطلعت بعد 5 سنين منتج ده هايل. الدوره الطبيعيه بتاعته بتبقى 10 سنين 15 سنه، انت بتتكلم في الاول بروتوتايب، وبعد البروتوتايب دي بتروح للصناعه، ما تقدرش تطلع عربيه طالعه من البحث، لازم تجربها وتطورها وتطمن انها فيها السيفتي اللازمه وفيها كل حاجه، فبالتالي تطور الامور دي بياخد وقت طويل جدا. فاحنا بنتكلم من 5 ل10 سنين تبتدي تحس بقى بتاثيرها من حيث الخريجين، من حيث تاثير مع الصناعات، من حيث منتجات تبتدي تاثر في المجتمع. واحنا بنحاول برضو نبص على مواضيع يعني فعاله، زي بنعمل دلوقتي حاجه زي البنكرياس، ارتفيشال بنكرياس، ان هو بيقدر يقيس مستوى الجلوكوز في الدم لامراض السكر ويقدر يحقن له على طول من غير ما يحس نسبه الانسولين اللي هو محتاجها. دي حاجة فعالة على طول، وحاجة ممتازة. بنعمل مثلا علاج للهيباتيتس سي، بحيث ان احنا بنشوف الخلايا وبندرس البيهيفير بتاع الخلية، وبنعمل علاج جديد ما يأثرش. مشكلتك في علاج الامراض دي كلها ان العلاج بيهد الجسم، بيهد الجهاز المناعي، ما بيقضي على المرض بس بيقضي على الجسم، فالواحد بيخلص من العلاج مش من المرض. فاحنا بنحاول نوصل للخلايا دي بصورة مباشرة، وبنحاول ان احنا نغير في البيهيفير بتاعها، اذا اتغيرت معانا وبقت سليمه كويس ما تغيرش تموت. بطرق بقى للميتابوليك ستاديز وحاجات زي كده، وطرق حديثه جدا وطرق احنا لنا برضو رياده فيها. حاجات تانية مثلا زي علاجات لا قدر الله الكانسر، ان هو ازاي انت في مصر اي مريض مثلا لا قدر الله مثلا براست كانسر بتتوصف الحاله، كل الحالات زي بعض بتاخد نفس العلاج. صح. فبتبص تلاقي في ناس بتتعالج بتشفى، وفي ناس بتشفى بس بيجي لها اثار جانبيه خطيره جدا، وناس ما العلاج كانه بيشرب ميه ما بياخدش علاج خالص ولا بيأثر فيه ولا بيخف منه. ليه؟ لان كل واحد الجينات بتاعته مختلفه. احنا في مدينه زويل قدرنا ان احنا يكون لنا سبق ان احنا نحدد بناء على التركيبه الجينيه بتاعه البني ادم يكون له علاج مخصوص. فتقدر مجموعه المرضى دول تفصصهم، تقول والله المجموعه دي هنقدر نعمل لهم العلاج التقليدي، بس المجموعه دي محتاجه علاج تاني خاص، محتاجه ان انا اعمل لها تريتمنت بالكومبينيشن دي المختلفه. وده بحيث انك تخلي العلاج فعال لكل المرضى ملوش اثار جانبيه، وفي الوقت نفسه بتقلل بقى الحمل الاقتصادي، لان صحيح. خلي بالك ان الشعب لما تعبان ده عبء اقتصادي غير العلاج الدواء وغير وغير وغير. في يعني بيتبع سؤالي السابق لما قلت على بصمات يعني نجاحات مدينه زويل، ردكم على اي مشككين؟ لان في ناس مترقبين، انت عارف في فئه كده اسمها الفساد اعداء النجاح،
ترقب للفشل، مشكك للنجاح، يعني ترد ايه على الكلام؟ والله بص، احنا يعني ماشيين في طريقنا وماشيين الحمد لله مظبوط 100%. احنا طول النهار بيجي لنا بلاغات مش عارف انت عندكم ايه، والناس بتيجي وكل اجهزة الدولة الحقيقة جات وشرفتنا الحقيقة من كل الاجهزة، وجات وشافت الانظمة ماشية ازاي، والناس كلها عارفة يعني مستوى العمل في كل الجهات المختلفة في المدينة عامل ازاي. بس فاحنا الحمد لله في رسالة سامية لهذه الدولة ان احنا نرتقي بهذه الدولة، وكل اللي جه عمل علينا كشف عارف هذا الكلام وشاف هذا الكلام، فده بالنسبة لنا زي ما بقولك نشان على صدرنا ان احنا الحمد لله الشعب ده من امانة ان احنا نعمل عمل معين لمصر. احنا الحمد لله على الطريق، وتفر بقى اللي هيرمي طوب اللي هيحط لنا عراقيل ما فيش عندنا مشكلة خالص، هي دي ضريبة بتدفع، واحنا مكملين في طريقنا لحد ما ربنا وفقنا بإذن الله ونوصل لهدفنا. احنا لنا هدف سامي، لا عايزين مكسب في حاجة ولا يعني الحمد لله زي ما انت بتقول انا جاي عندي سمعتي الأكاديمية، وعندي بالعكس يعني انا جاي في خدمة محددة للبلد دي، لا عايز اخد فلوس من هنا ولا عايز اعمل مكسب من هنا، بالعكس احنا جايين لحاجة محددة، لا ناقص منصب ولا ناقص حاجة الحمد لله يعني. فاحنا هدفنا ان احنا نمشي، اللي مشككين يشكك، احنا كل الدفاتر بتاعتنا مفتوحة، اللي عايز يشوف حاجة واللي يقول ان احنا خدنا عملنا ما عملناش، الناس بتيجي تشوف، ولما بيخشوا ويخرجوا بيقول طب انت ما بتطلعوش الحاجات دي ليه على الاعلام؟ ليه ما بتنشروش الكلام ده؟ احنا ناس علميين، مش شغلتنا ان احنا نقعد نهلل باللي احنا بنعمله خالص. طيب اخر سؤال هسأله لحضرتك، زي ما بدأت وطبعا احنا عمالين نتكلم ونقول يعني نهتم ببكره ونشوف بكره، لما عايز اقول طالب او طلاب خريجي مدينة زويل، يعني ايه الفخر اللي ممكن او المكانة اللي ممكن تكون موجودة في مصر وبره مصر من ناحية العلمية اللي تميز بالنسبة للطلاب؟ لا ما انا بقول لك الطلاب دول هيبقوا ليهم تأسيس خاص، وبالتالي هيكون لهم مواقع ريادية في اماكن كتيرة مختلفة، وهم طبعا مش حاسين بالحكاية دي دلوقتي. لما تبتدي تنشئ صناعات جديدة وتبقى الناس دي فاهمة فعلا بخبرتها العملية ازاي تمشيها، الى جانب ان انا بربي له طريقة تفكير معينة بحيث ان هو اي مشكلة حتى بره خارج مجال الدراسة بتاعته خارج مجال البحث يقدر يتعامل فيها ويحلها، ويكون عنده منهج علمي ازاي يتعامل مع الحاجات دي. فانا بأسس واحد بطمن عليه، بطمن على البلد منه ان هو يقدر فعلا ينهض البلد دي في سواء المجال اللي اتعلمه او اي مجال تاني، بحيث ان هو عنده خبرة عملية كبيرة جدا، عنده طريقة تفكير منهجية مظبوطة، بحيث ان فعلا تبقى مطمن زي بره. انت ما انت بره بيتخرج الخريج بيشتغل في هنا ويعرف يعرض هنا ويعرف يفكر يحل لك المشاكل دي ازاي، يعرف يتعامل مع الصناعه ازاي، وبالتالي الصناعه هتبقى عندها ثقه ان في خريج كويس جدا تقدر تعتمد عليه بس، وتبتدي الدوره تشتغل. عايز اقول لحضرتك نورتني يا فندم. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. يعني كان لقاء ممتع. الله يخليك. وكل التوفيق في مشروع مصر القومي لمدينه زويل، البحث العلمي والمجهود الجبار، وانتم في حرب زي ما انت قلت. الحمد لله. الحمد لله. ان انتم في حرب. قد التحدي. الله ان شاء الله طبعا، وربنا البلد بقول لك فيها خير كتير، والبلد دي هتزدهر ان شاء الله وهتبقى من احسن بلاد العالم باذن الله. ان شاء الله. نورتني جدا دكتور شريف صدي الرئيس الاكاديمي لمدينه زويل. الله يخليك. شكرا جزيلا يا فندم لحضرتك، وشكرا لوقتك. الله يخليك. والى اللقاء في حلقه اخرى.